ريسينج. يا سيداتي والسادة، أيها الحفل الكريم، ينطلق الشوط الأول من هذا اليوم للخيل العربية لصيلة تكافؤ الدرجة السادسة على مسافة 1900 متر. انطلاقة موفقة لـ 14 جواد هنا في مضمار الريان على الأراضي الرملية. إذن مع الجواد اللي هو رقم 9 الجنود لياس الشيخ عبد الله بن مشعل بن حمد الثاني، مع شاكر البلوشي على المركز الأول وعلى الصدارة. ثانيا يتبع الجواد اللي هو رقم 11 كاجلامو لسيد حسن بن علي المطوي مع صالح فرج العتيبي على المركز الثاني. ثالثا يتقدم الجواد اللي هو رقم 1 زيدان لمربط إنجاز وجوليان سمارت سامين ليجكس على المركز الثالث. رابعا أرى وتابع الجواد اللي هو رقم 8 أوي ديفاوست لمربط الغزالي مع تدريب محمد الغزالي ماركو كازامينتو على المركز الرابع. خامسا يتبع الجواد اللي هو رقم 3 بناكل لسلمان محمد العمادي والمدرب محمد الغزالي محمد تفتي والخيال لهذا الجواد. سادس المراكز محاولة أيضا من الخارج من قبل الجواد اللي هو رقم 4 سردار لسيد محمد عبد الله الهاجري وهادي الرمزاني على المركز السادس، مع الخيال القطري راشد الصعاق على المركز السادس. سابعا محاولة الجواد اللي هو رقم 12 ميران لعبد الله بن محمد العطية مع أحمد قبيسي برانيل أرفند على المركز السابع بيحاول التقدم. عودة إلى الصدارة وعودة إلى المركز الأول مع الجواد اللي هو الجنود الشيخ عبد الله بن مشعل الثاني، ومع جهاد الأحمد على المركز الأول وعلى الصدارة مع الخيال شاكر البلوشي. خطف للصدارة من قبل الجواد اللي هو رقم 11 كجامو لحسن بن علي المطوي مع صالح فرج العتيبي يتقدم الآن بكل قوة. أيضا محاولة الجواد اللي هو رقم 1 الجواد اللي هو زيدان لمربط إنجاز مع سامين لاجكس على المركز الثالث من وسط الجياد للخط المستقيم باتجاه خط النهاية صدر والمركز الأول مع الجواد اللي هو رقم 1 زيدان. زيدان لأستاذ مربط إنجاز وجوليان سمارت في التدريب يتقدم بكل قوة. أيضا محاولة الجواد اللي هو رقم 11 الجواد كجامو لحسن بن علي المطوي. حسن المطوي مع الجواد اللي هو كجامو. أيضا محاولة من الخارج من مع الجواد اللي هو أنيس لناصر سعيد العيد يتقدم بكل قوة، لكن صدر والمركز الأول مع الجواد اللي هو كجامو لحسن بن علي المطوي مع صالح العتيبي. فعلا الجواد كجامو للسيد حسن علي المطوي وصالح فرج العتيبي إلى الصدارة وإلى المركز الأول. ألف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المستحق. Official result for race number one. In first place, horse number 11, Kajama, owned by Mr. Hassan Bin Ali Al-Matwi, ridden by Saleh Faraj Al-Otaibi. In second place, horse number 6, Anis, owned by Mr. Nasser Said Alida, ridden by Louis Nomi. In third place, horse number 1, Zidan, owned by the Injo Stud, ridden by Samuel Legree. In fourth place, horse number 13, Farou Al-Shahaniya, owned by Mr. Faisal Salem Al-Shahwani, ridden by Saleh Salem Al-Murray. And in fifth place, horse number 2, Al-Rayan, owned by Mr. Said Bin Mubarak Al-Naimi, ridden by Ivan Rossi. إذا الصدارة والمركز الأول مع الجواد اللي هو رقم 11 كجامو لسيد حسن بن علي المطوي والمدرب محمد المطوي والخيال صالح العتيبي. مبروك. ثانيا مع الجواد اللي هو رقم 6 أنيس للسيد ناصر سعيد العيدة بتدريب جاسم الغزالي. ثالثا مع الجواد اللي هو رقم 1 زيدان لمربط إنجاز والمدرب جوليان سمارت. رابع المراكز مع فاروح الشحانية للسيد فيصل الشهواني وال مدرب هو المالك. خامسا مع الجواد اللي هو رقم 2 الريان لسيد سعيد بن مبارك النعيمي والمدرب احمد قبيسي. الف مبروك للفائزين في هذا الشوط.